المشاكل الصحية في الصوجة. فالصوجة أول تأثير ديالها هو التأثير على الدماغ. علاش؟ لأن الصوجة احنا كنسميو التأثير ديالها هو التأثير اللي هو أفابل دوز، يعني واخا كمية بسيطة ولكن كدير لك في الجسم ديالك العجب والعجاب. فالتأثير على الدماغ خصنا نعرفو باللي احنا كيفاش كنعقلوا على والدينا، كيفاش كنعقلوا على داكشي اللي قرينا، كيفاش كنعقلوا على الحياه ديالنا بواحد النعمه تسمى الذاكره. وما يضمن الذاكره هو واحد العضو كيشبه للخيل سميتو ليبوكامب، صغير قد الحبه ديال العدس، ممكن يهز 7000 موسوعه. فهاد الذاكره شكون اللي كيضمن اننا نخزنوا في الذاكره على المدى القصير وعلى المدى البعيد وعلى المدى المتوسط، ونحول ما هو مدى قصير الى متوسط الى بعيد باش نولوا نعقلوا عليه؟ هي عباره عن انزيمات وعمل انزيمي. شنو كدير لنا السوجة؟ تمنع نشاط، وفي بعض الاحيان كتحبس لنا تفعيل هذا الانزيم اللي هو انزيم ديال الذاكره. كذلك السوجة فيها مواد كتحبس لنا واحد الناقل العصبي كيتسمى السيروتونين، والسيروتونين هو الناقل العصبي ديال السعادة، هو الناقل العصبي ديال النوم، هو الناقل العصبي ديال القدرة الجنسية، هو الناقل العصبي ديال الخصوبة. وبالتالي هاد المادة السوجة اللي فيها مواد من ما كنسميوها ليزيزوفلافون، هاد ليزيزوفلافون ومنها الجينستين، الوغ الجينستين هي مادة من ضمن هاد ليزيزوفلافون اللي كاينين في السوجة، كدير لنا مخاطر كبيرة ومنها الحالات الاكتئاب، لان الا كان عندك نقص في السيروتونين عندك مشكل الاكتئاب. كذلك من التاثيرات ديال السوجة انها تسبب حساسيات. باش نفهموا المساله ديال الحساسيات، المساله ديال الحساسيات هي عباره عن واحد الامعاء، هي امعاء نفاذه، امعاء كدوز المواد، كنسميو حنا ليبر بيرميابيليتي انتستينال. هاد الامعاء هذه اللي كتولي تخلي دوز بروتينات، وهاد البروتينات هي عباره عن واحد تركيبه كبيره ديال الاحماض الامينيه، الاحماض الامينيه كتدخل في التركيبه ديال الاعضاء وكيتكون ما يسمى بامراض المناعه الذاتيه. زائد انك تكون عندنا حساسيه. علاش؟ لان هاد البروتينات اللي كاينين في السوجه واللي كتكون لاشين ديالهم السلسله ديالهم كبيره كيدوزوا عبر واحد الامعاء اللي هو الانسان القرن 21 عنده امعاء اللي هي امعاء فيها نفاذيه عاليه، لان كتخلي يدوز البروتينات، البروتين ما خاصوش يدوز، خاصو يتقطع الاحماض الامينيه. كيدوز البروتين هكاك كيمشي، هذاك البروتين كنسميوه حنا واحد الالرجين. هاد الالرجين اللي هو البروتين الجسم ديالنا كيكون ضده ما يسمى، لانه هو انتيجين، الجسم كيكون ضده انتيكور، مي كيكون ضده مضادات الاجسام، كتولي المناعه كتهاجم هاد لي زالرجين اللي هما بروتينات ديال السوجا، وكتعطينا ما يسمى بالحساسيه، وكتعطينا ما يسمى بالامراض المناعيه، وكتعطينا ما يسمى بامراض المناعه الذاتيه، كنقولوا حنا منين جات هاد امراض المناعه الذاتيه. كذلك كاين مواد في السوجا منها الجليسينين، الوغ لا جليسينين زائد لي بيتا كون غليسينين زائد اللي كنسميو حنايا لي زينيبيتور ديال التريبسين. هادو عباره عن مواد، عباره عن بروتينات، مي كتدخل للجسم فكدير لنا في الجسم اشياء اللي هي اشياء لا تحمد عقباها. كذلك السوجا فيها مواد كنسميو حنايا بيرتورباتور اندوكرينيان. شنو معنات؟ معنات ان هاد المواد اللي كاينه في السوجا المغيره وراثيا تتلاعب بالجانب الهرموني عند الكائن البشري، سواء كان ذكر سواء كانت انثى، فهي تتلاعب بالجانب الهرموني عند الانسان. شو ممكن ديرنا؟ ف هاد المواد اللي كاينه في السوجا منها لي زيزوفلافون التركيبه ديالهم لا ستريكتور ديالهم كتشبه لا ستريكتور ديال الاستروجين. الوغ الاستروجين هو هرمون اللي هو من الهرمونات لا عند الذكر ولا عند الانثى، وخاصه الانثى كيكون عندها هذا الهرمون هذا زايد. كذلك كاين من ضمن هاد لي زيزوفلافون اللي كاينين في السوجا واحد الماده سميتها 17 بيتا استراديول، 17 بيتا استراديول. هذا 17 بيتا استراديول هي عباره عن مواد، عن فيتوستروجينات. هاد الفيتوستروجينات اللي كاينه في السوجا كتشبه الاستروجين ديال لافام، داكشي اش كنسميو حنا فيتوستروجين، يعني استروجينات من الاصل النباتي. شنو كدير لنا؟ كتمشي كتسبق للمستقبلات ديال الهرمونات وديال الاستروجينات، واللي كنسميوها حنايا الاو ار بيتا والاو ار الفا. فهاد الاو ار بيتا والاو ار الفا هي مستقبلات ديال الاستروجين عند المراه، مي كتسبق لها هي، ومادام هي مغيره وراثيا
فشنو كدير لنا عند المراه؟ اول ما تسبب هو انها كتطول الدوره الشهريه. المراه ما كتبقاش تجيها الدوره الشهريه قصيره، كتجيها الدوره الشهريه طويله، وهذا من من من, من اهم المخاطر. كذلك كضر الرجل على مستوى البروستات، يعني الناس اللي كيستهلكوا الصوجة بنسبة كبيرة إلا داروا البي اس ا غيلقاوها طالعة. كذلك يعني تحد من النشاط والحركية ديال الحيوان المنوي، والحيوان المنوي خصو واحد الحركية باش يوصل لقناة فالوب باش يوقع هناك إخصاب. هذه النقطة الأخرى. كذلك الصوجة فيها مواد تمنع امتصاص وخاصة تثبيت الكالسيوم على العظام. وشكون اللي كيثبت الكالسيوم على العظام؟ هو الفيتامين دي. اذا الصوجه فيها مواد ما كتخليناش الفيتامين دي تقوم بالدور ديالها. شنو كيوقع لنا؟ كيوقع لنا هشاشه عظام، كيوقع لنا نقص فيتامين دي، هو المشكل اللي حصل الان. كذلك هي تمنع امتصاص العديد من المعادن، منه المغنيسيوم، منه الكالسيوم، منه الزنك، منه النحاس. ومي كنقولوا الزنك ولا وقع يعني عدم امتصاص جيد ديال الزنك، مي كنقولوا الزنك كنقولوا مناعه، جهاز المناعه. مي كنقولوا الزنك كنقولوا خصوبه. مي كنقولوا الزنك كنقولوا تنظيم السكر في الجسم ديالنا وعمل الانسولين. مي كنقولوا الزنك كنقولوا الكولاجين. والكولاجين هي واحد بروتين اللي الجسم كيحتاجو على مستوى الجسم ديالنا، على مستوى المفاصل ديالنا، وبالتالي مخاطر كبيره جدا. علاش؟ لان فيها حمض الفيتيك، فيها الفيتات، هذه المواد هذه بواحد النسبه اللي هي عاليه. كذلك الصوجه فيها مواد كنسميوها حنايا عندها واحد ليفي غواتروجين. شنو معنى غواتروجين؟ غواتروجين يعني مواد كتعطينا مشاكل على مستوى الغده الدرقيه. الغدة الدرقية في الحالة العادية، الإنسان العادي كيكون عندنا الهرمونات الغدة الدرقية، ملي كنديرو تحاليل كنديرو تي اس اش، ماشي ديال الغدة الدرقية، ديال الغدة المخامية، لأن هي اللي كتحكم بالغدة الدرقية، زائد كنديرو تي 3 و تي 4، خاصنا نديرو حتى تي 3 غوفيرس، هادو الناس ما كيديروهاش، ألوغ حتى تي 3 إر هادي تا هي خصنا نردو لها البال، و تي 4 إر تا هي خصنا نردو لها البال، ألوغ كنديرو تي 3 و تي 4، 3 4 شنو كيعني؟ كيعني عدد ذرات اليود. فالجسم شنو كيشد؟ كيشد الهرمون التربعة كيحطو على شكل مدخرات، يعني التربعة ماشي نشيطة خاصها تتحول للتي ثلاثة، إما في الغدة في حد ذاتها، عفوا في الكبد في حد ذاته، والكبد هو الذي يحول التربعة للتي ثلاثة اللي هي نشيطة، أو لا أونيفو بيريفيريك على مستوى الخلايا الخلية النهائية اللي غتستعمل هذا الهرمون. فهاد المواد اللي كاينة في الصوجة تمنع الأنزيم الذي يحول واللي كيقوم بهذه العمليه ديال التنشيط وتحويل التربعه لتي 3، هذه بالنسبه للانسان العادي، وكيوقع لنا هذا ليفي غواتروجين، وكيوقع لنا مشاكل بالغده الدرقيه، وهادشي اللي واقع دابا خاصه عند الامهات اللي كيستهلكوا الصوجه واللي كيقلبوا على يعني الصوجه فين كتباع، واللي ولات عندهم كيحطوا الصوجه بحال الا حاطين الخبز. المساله الاخرى هي الناس اللي كياخذوا الادويه ديال الغده الدرقيه. فكاين الناس الان دابا هو ما اكثرهم الناس اللي محيدين الغده الدرقيه، خاصه الجانب النسوي. كاين الامهات اللي محيدوا، بعض النساء اللي محيدين الغده الدرقيه كيوليو كيستهلكوا، كيوليو ابوني مع واحد التريتمون اللي هو الاسم ديالو معروف. هذا الدواء هذا شنو هو؟ هو عباره عن مخزون ديال هرمون تي 4، وهرمون تي 4 غير نشيط، خاصو من يدخل الجسم يوقع له التنشيط باش يتحول للتي 3. فتصور انت خديتي التريتمون وعندك مواد اللي كتجيبها من الصوجه تمنع تحول تي 4 لتي 3، فبالنسبه لك هذا الدواء ما يبقاش ينفع ديالو. وكاينين حالات اللي واخا كياخذوا هذا الدواء ما كتلقى عندهم ملي كنديروا تي اس اش كنلقاو مشكل ان الغده، ان هذا الهرمون هذا الدواء ما دارش المفعول ديالو. علاش؟ لان عندنا في الامهات خاصه النساء كيستهلكوا الصوجه اللي فيها كنسميو حنا لي زونتي نيوتريمون. هاد لي زونتي نوتريمون كيمنعوا لنا التحول ديال تي 4 لتي 3 في الحاله العاديه، اما على شكل الكبد او لا اونيفو بيريفيريك في الخلايا، او لا عند الناس اللي كيديروا التريتمون ديال الغده الدرقيه اللي كيديروا الدواء ديال الغده الدرقيه اللي كيكون على شكل تي 4 خصو يتحول لتي 3. فهاد المواد هادي اللي كاينه في الصوجه اللي زيزو فلافون تمنع هذا التحول، وهذا التحول هو اللي كيعطي المفعول ديال الدواء، سينو هذا الدواء ما غيكون عنده حتى شي دور. كذلك على مستوى الجهاز الهضمي وخاصة المعدة والبنكرياس.
فالمعده خصنا نعرفوا باللي ملي كيوصلها الغذاء ومنه بروتينات، فهاد البروتينات هادي كتحتاج واحد الانزيم سميتو التريبسين، التريبسين الكيموتريبسين اللي كيجينا منين كيجينا؟ كيجينا من البنكرياس. فتصور هاد الغذاء هذا فيه بروتينات، قبل ما ناخذ حتى حاجه ناخذ غير هاد الغذاء، فيه بروتينات وفيه دي زونتي نوتريمون، مواد اللي هي ضد العمليه الفيزيولوجيه ديال الهدم والهضم والامتصاص، ففيها مواد كتمنع، ومنها المواد اللي هضرنا عليها الجينيستين، هاد الماده هاد المواد هذه كتمنع التريبسين انها تفرز، انها تقوم بالعمل ديالها، كتثبت هي هاد المواد اللي كاينه في السوجة كتثبت على هاد البروتينات. شنو كيوقع لنا؟ كيوقع لنا عدم هضم البروتينات، والبروتينات مما كتهضمش كيكون خطر كبير على المعده، لان المعده كتحتاج العديد من المواد، منها انزيم التريبسين والكيموتريبسين. التريبسين هو انزيم كيقطع لنا البروتينات، كيبدا التقطيع ديال البروتينات في الهضم ديالها. فاللي كيفرز هذا التريبسين هي البنكرياس. البنكرياس ملي كتلقى التريبسين ما كتقومش بالعمل ديالها، كما ملي كتفرز الانسولين وما كتلقاش الانسولين كتقوم بالعمل ديالها، كتزيد تفرز الانسولين حتى كيولي عندنا مرض السكري النوع الاول ولا النوع الثاني. نفسها نفس العمليه، ملي كتلقى التريبسين ما كتقومش بالعمل ديالها، كيجي لها واحد الغيترو كونترول، واحد الفيدباك، كتولي تزيد تفرز، كتفرز التريبسين، كتفرز التريبسين. ملي كتبقى تفرز هذه الماده هذه كيوقع لها عياء، كيوقع لها تضخم، وكيولي عندنا المشكل ديال البنكرياتيت. الو هذه المسائل هذه خاصنا نردوا لها البال، وخاصه مع هذا المشكل ديال البنكرياس. اذا تاثير على المعده انها كتنقص انزيم تريبسين، تاثير على البنكرياس انها كتخليها تزيد تفرز، وهذا يشكل خطر على الجسم ديالنا. تاثير اخر على الرحم، كدير لنا هذه المواد هذه اللي كاينه في الصوجة كدير لنا ليبربلازي على مستوى الرحم، لان الرحم ديال المراه فيه ثلاثه طبقات، كاينه الطبقه ديال بيريمتر، كاينه الطبقه ديال الميومتر، كاينه الطبقه ديال لوندومتر. البيريمتر هو اللي كيكون في الطبقه الخارجيه، الطبقه الداخليه هي اللي هي العضله كيتسمى الميومتر، والطبقه الداخليه مباشره كيتسمى لوندومتر. هاد لوندومتر كيتزاد وكينقص حسب الدوره الشهريه، لان لوندومتر كيوجد راسو واحد البويضه اللي محتمل انها تكون مخصبه، الا ما كانش هناك اخصاب فهاد البويضه كتهبط، وكيهبط معها هاد لوندومتر هو ما يسمى بالغير او ما يسمى بالدوره الشهريه عند المراه. فالدوره الشهريه عند المراه هو هاد لوندومتر. السوجه شنو كدير لنا؟ من ضمن المواد اللي كاينه فيها وهاد السوجه المغيره وراثيا، كدير لنا لوندوميتريوز. شنو هو لوندوميتريوز؟ هو ان هاد لوندومتر كيوقع لنا نفس الخلايا ديال لوندومتر كتكون خارج الرحم، اما في القناه فالوب، اما في الامعاء، اما في الاعضاء اخرى، وكتبقى تستجد للهرمونات ديال الدوره الشهريه والهرمونات ديال المراه بصفه عامه. حنا المراه ملي كتكون عندها مثلا عقم كخاصها دير تحاليل، منها البرولاكتين، منها الاف اس اش والال اش. الاف اس اش هو الهرمون اللي كيتحكم في لي فوليكول، يعني باش تولي عندك بويضه خاص يكونوا لي فوليكول. شنو كيوقع لنا؟ كيوقع لنا ان هاد السوجه فيها مواد، فيها دي فيتوستروجين كتقيس لنا الجانب الهرموني، قلنا فيها مواد اللي هي بيرتورباتور اندوكرينيان، تتلاعب بالجانب الهرموني، ولا المراه هي هرمونات، فالدوره الشهريه هي هرمونات، الجانب النفسي هو هرمونات. شنو كدير لنا هاد لي فيتوستروجين؟ كتمشي كتقيس لنا هرمون ال اش والاف اس اش، ومي كيتقاسوا هاد ال اش والاف اس اش فكتنقص لنا ال اش ب 33% وكتنقصنا الاف اس اش ب 53%، وكتولي عندنا لانفيرتيليتي جايه من نقص ديال هاد ال اش والاف اس اش. مي كيوقع ديزيكيليبر، عدم التوازن ديال الاف اس اش والال اش، فهذه هي الهرمونات اللي كتحكم في الدوره الشهريه واللي كتحكم في الخصوبه، واخا زائد انها كتاثر حتى هرمون البرولاكتين. وبعد مره كتطلع لنا البرولاكتين، ولا طلعت البرولاكتين كيكون عندنا عقم، كاين الان دابا انواع ديال العقم اللي جايه من كثره استهلاك هاد المواد هذه. كذلك استهلاك ديال هاد المواد هذه يؤثر على نسبة التستوستيرون خاصة عند الرجل. فالناس اللي عندهم الشعر طايح هنايا، كنسميو حنا بالدارجة صلع، الوغ اللي عندهم الشعر طايح هنايا شنو عندهم؟ عندهم تراكم ديال التستوستيرون على مستوى المنطقة ديال الدماغ. فعلاش؟
لان هذا التراكم هذايا ما كيخليش ان التستوستيرون يتحول للدي اش تي دي هيدرو تستوستيرون. هذا الدي اش تي من هو اللي كيحتاجه الجسم في العديد من العناصر في العديد من التوازنات في الجسم ديالنا وخاصه الخصوبه. شنو كيوقع؟ كيوقع عدم تكون الدي اش تي. هذا الدي اش تي ملي ما كتكونش ارتفاع نسبه التستوستيرون في الجسم، والله سبحانه وتعالى كيقول ان كل شيء خلقناه بقدر. ملي كترتفع لك التستوستيرون على مستوى هذه المنطقه، وهذه المنطقه هي اللي فيها الكور شوفولو، وهذه المنطقه هذه هي اللي فيها الكور شوفولو. الو هذا الكور شوفولو فيها هذه المنطقه هذه فيها بصيلات، هذه البصيلات هذه هي اللي كتخلي لنا هذاك الزغبه تطلع ويطلع فوق منها الميلانين اللون ديالها. الوغ الشيب راه عباره عن مشكل في التغذيه. كاين دابا الناس اللي عندهم 20 عام وعندهم شيب، منين جايين؟ جايين من التغذيه ديالنا، لان الشعره كتكون بيضاء والميلانين اترافير خلايا الميلانوسيت هما اللي كيعطيونا هذا اللون ديال الشعر. دايوغ ما كاينش غير في 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 الشعر، كاين حتى في العين، كاين حتى في الجلد ديالنا. فهاد الماده هادية خاصه المواد ديال الصوجة كتخلي التستوستيرون يتجمع في الراس، ما كيتحولش على مستوى الدماغ، ما كيتحولش للدي اش تي. ومي ما كيتحولش للدي اش تي فعود ما الجسم يمشي ينتج التستوستيرون عند الرجل، كيولي ينتج الاستروجين. وما كيولي يدخل ينتج الاستروجين كيدخلوا العديد من المواد منها الاروماتاز، كيتزاد الانسان في الوزن. اذا شوف شحال من تاثير خاصه على الجهاز ديالنا وخاصه على الجسم ديالنا، وهذه التاثيرات الخطيره اللي كتعود بالضرر على الجسم ديالنا انطلاقا من هذه الماده هذه. زائد تاثير اخر هو بالنسبه للزراعه ديال هذه الصوجه، كتتم بالعديد من المبيدات في يعني اغلب الاوقات كتتم في العديد من المبيدات، لان هي مغيره وراثيا كتولي فراجيل، خاصه كتعيش بالمبيدات، والمبيدات فيها واحد النسبه عاليه من الالمنيوم. ملي كيكون الالمنيوم طالع فهو يؤثر على الكبد، ممكن يوصلنا لا قدر الله لقصور كلوي، ويؤثر على الدماغ اللي ممكن يكون العديد من الامراض منها الزهايمر منها الباركنسون وهذه الامراض هذه. فقط على ذكر الباركنسون هنا غادي نعطيو الناس غيقولوا شنو البديل. اصلا الصوجة هي براسها جات بديل، لان شنو كانوا كيديروا الناس هذه شحال؟ لان الصوجة ما كانش جدودنا ما كانوش كيعرفوا الصوجة. الو شكون اللي هذا الغذاء هذا هو جا بديل؟ فما تسناش من واحد الدولة عندها من غير عندها الصوجة تهضر لك على شي مواد أخرى. فدولة عندها الصوجة غتولي دير لك تهضر لك على الصوجة. إذا حنا الصوجة جات بديل ديالاش؟ بديل ديال المادة هي الفول المغربي، والفول فول بلدي داك الصغيور. على ذكر الباركنسون فالفول فيه مادة سميتها الال دوبا، الال دوبامين، والال دوبامين الان كتباع في الفارماسي كياخذوها الناس اللي عندهم الباركنسون. فهي ماده كاينه في الفول. الفول داك الشيء اللي كاين في الصوجة واحسن منه بعشرة المرات وبدون مخاطر كاين في الفول. اذا الا بغيتو الا كنتو كتستهلكوا الصوجة من اجل الموضه وشي حوايج تسمى راه كتستهلك الصوجة، فما عرفنا واش غنقولوا بون ابيتي ولا بون شونس. اما اذا كنتي كتستهلك الصوجة على الجانب الصحي ديالك فعليك بالفول المغربي، فيه مواد هي اقوى واحسن وامن من هذه الماده هذه. اذا بالنسبه لي انايا هذا كان خط احمر على الصوجة، لان يعني بالنسبه لي انا الصوجة فعلا هي من المواد، ربما الناس يقولوا من المواد الطبيعيه، ايه مواد طبيعيه اللي كانت صوجة بلديه، صوجة بلديه ما بقاتش. بعض الدول قليله الصوجة اللي كاينه دابا الان او جي ام اورغانيزم جينيتيكمون موديفي ترانس جينيك. يعني بالنسبة لنا حنايا الصوجة بالنسبة لي أنا هذا كان رأيي فيما يخص الصوجة، كيبقى لكم نتوما الاختيار أنكم تختاروا الصوجة أو تختاروا ماشي البدائل، لأن الصوجة جات بديل للفول وبديل للثقافة الغذائية المغربية. فقد يحتاج العالم للصوجة إلا دولة وحدة في العالم اللي ما تحتاجش للصوجة اللي هو المغرب، لأن حنا عندنا أشياء اللي أقوى من الصوجة، ولكن ملي كنكونوا حبيسي افكار سجناء افكار وعشاق الموضه، فالموضه ما كايناش غير في الملابس والهواتف والسيارات، كاينه حتى في التغذيه للاسف. انكم تكونوا فهمتوا الراي ديالي فيما يخص الصوجه. من حيث الاستهلاك كيبقى لكم نتوما الاختيار، كل واحد
على حسب القناعات ديالو. يعني كاين ناس كل واحد الفهم ديالو، كاين اللي كيسمع القول فيتبع احسن، كاين اللي كيسمع اشياء كيبقى خصو شي شويه باش يحلل هاد الافكار باش يفهمها. من حسب درجه القناعه ديالكم كنقول الانسان كل واحد وعنده الاختيار، حنا فقط كنقوموا بالواجب ديالنا.